بسم الله. عندنا عضلات لعضلات الظهر، احنا اتفقنا طبعا ان الظهر بيعمل معظم حركات، احنا هنعمل عضلات في اتجاه حركات العمود الفقري، lateral flexion يمين وشمال، بثبت طبعا 30 ثانية، هايبر اكستنشن 30 ثانية، فليكشن 30 ثانية، روتيشن 30 ثانية، روتيشن 30 ثانية. ممكن احط ايدي على الحيطة واضغط كده علشان اللاتسمس او عضلة الظهر، ومفصل الكتف برضو اعمل له المرونة الفلكسيبيليتي بتاعته، والعضلات بعمل لها الاطالة بتاعتها الاسترتش 30 ثانية في كل زاوية، وهنعمل زيهم في اخر التمرين.